مرحبا بكم مره ثانيه الناس اللي لسه متابعين برنامج 220 لو شو. ضيفنا الليله السيد أبودوك أيانغ حاكم ولايه اعلى النيل. سيد الحاكم مرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا جزيلا اخ متيان، سعيدين نكون لقاء معكم اليوم. اوكي شكرا جزيلا. قبل ما نبدا حوارنا نطلع فاصل اعلاني ونرجع لكم. سيد الحاكم، ليه أبودوك حاكم وما أوليم حاكم؟ أفتكر أن ده ترتيبان من ربنا. حقيقة كان المرشح الأول كان أخونا جنرال جنسون أولي، لكن بسؤال ما في زول يعرفه. في النهاية أنا كنت بعيد أخونا دكتور، بعيد أخونا جنرال جنسون أولي في ترشيته. أنا كالناس في المكتب القيادي في أيو حيدنا كلنا ترشيح حقته، لكن لظروف الماء اتقلبت موضوع أبودوك أيانغ. أوكي طيب، وهل هو راضي بقرار تعيينك؟ بالتأكيد بكون راضي، لأنه أصلا أنا كنت نائبه، وكنت كنا في أقول لك أنا نائبه، وأفتكر ما في فرق بيني أنا وولي. أنا أولوني أولوني أنا. أوكي طيب، آخر اتصال بيناتكم كان متين؟ آخر اتصال تقريبا قبل 3 أيام. أوكي نعم، اتصلت معه هو الآن في خرطوم عيان شوية، لكن إن شاء الله عرفته إنه ماشي على الشفاء إن شاء الله. أوكي طيب، ولاية تعرفني التعقيدات ده، هل أنت مستعد لأنك تواجه التحديات ده؟ طبعاً بالتأكيد طبعاً، ما دام تم الاختيار وتعيينك الحاكم أنا مستعد أن أواجه كل التحديات الموجودة على النيل إن شاء الله. أوكي، في تقديرك شنو أبرز التحديات؟ نعم، في تقديرك أبرز التحديات شنو؟ الأبرز التحديات طبعاً في على النيل معروفة، هي الموضوع بتاع استقرار أمني، ده حاجة كالأولوية يعني. أيضا برضو عملية بتاع المصالح بين مكونات ولاية على النيل الخمسة، قبائل الخمسة لابد يكون فيهم عملية بتاع healing and reconciliation، التعايش السلمي بين المواطنين، ده هتكون التحدي الثاني. وبإضافة للتحدي الثالث عملية بتاع إعادة خدمة مدنية في ولاية على النيل، لأنهم كانوا عالنين كان مقسم على 5 ولايات، عشان تعيد الخدمة المدنية بيحتاج لشغل كبير جدا عشان ترجع في ولاية واحدة. فإن شاء الله بمساعدة من كل جميع الأخوان الموجودين في عالنين بنعيد الخدمة زي ما هي، وبرضو عملية الخدمة المدنية عملية معقدة بيحتاج ل تكوين اللجنة عشان تراجع كل المكونات الموجودة، حتى إسكيلات بتاع الجروب بتاع الناس عشان ترجع تاني خدمة مدنية وترتبه زي ما هي، يعني زي ما كانت ببالة تقسيم 32 إن شاء الله. أوكي نعم. طيب الرؤية الأساسية بتاعك شنو لإدارة الولاية ده؟ رؤية واضح عشان ندير الولاية، لابد أنه
كل المكونات الخمسة الموجود في الولاية تكون في عمل كبير وسط هذه المكونات. في نفس الوقت نحاول بقدر الإمكان إن كل مكونات على النيل الخمسة تكون راضين في الحكومة الجاية في المستقبل إن شاء الله. طيب هل العقلية الأمنية أو الذين كنت ضابط استخبارات هل حدير الولاية بنفس الفهم بالاستخبارات؟ الشغل الأمن ما 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 على الزول الفرد الواحد، شغل الأمن الأمن على الجميع. في حاجات تختلف في عملية بتاع كيف تدير الولاية والكيف تشتغل شغل الأمن المعروفة، في اختلاف كبير جدا فيهم، لأنه أحيانا شغل الأمن هي شيء مقفول كونفيدنشال، لكن في اللحظة إنه تكون موصول للناس في حاجات بتكون ما كونفيدنشال، أنت بتكون لازم تكون واضح في اتجاه المواطن في عملية بتاع كيفية تعمل عملية استقرار أمني، فده بتكون مفتوحة لكل الناس إنه يعرفوا كيف استقرارهم كيف أمنهم. هي تختلف شغلة الأمن المعروفة إننا كالناس الأمن ده ما بتجي تخش على شغلة الولاية، لكن بتكون قريبين مع بعض إن شاء الله بإذن الله. طيب هل تعرف إنه ولادك ده قنبلة موقوتة ممكن يفجر في أي لحظة؟ بالتأكيد أعرف. أعرف كلام ده كويس جدا، لأنه الظروف اللي حصل في ولاية علنين ظروف خارج إرادة الناس، ولا بد إنه هذه الظروف نحاول بقدر الإمكان نزيل هذه الظروف. على النيل مشتت، على النيل القبائل الخمسة في ظروف الحرب اللي حصل القبائل وصل مر على كل قبيلة عنده رأي في قبيل آخر، وبالتالي نحن حنمشي ونعيد صياغة النسيج الاجتماعي اللي كان على النيل تمتح به في الزمن الطويل في الثمانينات والسبعينات. كان على النيل يتمتع بنسيج اجتماعي مترابط جدا، نحن حسب الواجبنا كالحكومة نمشي نعيد هذه النسيج الاجتماعي. الزمان في السبعينات الإنسان في على النيل ما بتقدر تعرف ده دينكاوي وده ميراوي وده شركاوي. في المجتمعات على النيل أو في مجالس على النيل إذا كان 6-7-8 نفر قاعدين في حتة واحد، إذا كان الناس بدأ بالنوير كل الناس هيمشي بالنوير، كان بدأ بالدنقة والشلوك كله هيمشي بالشلوك كله شلوك. معناه على النيل كانوا الناس مترابطين لغويا واجتماعيا. فنحن إن شاء الله لو ربنا قدر علينا نعمل نرجع نعيد هذه النسيج، والناس تكون ما في زول عنده غبن مع قبيلة تانية أو زميله آخر. أبناء بتاع النيل عنده مميزات ما موجود في ولايات أخرى. المميز الموجود في على النيل هي اللغة الروطانة. روطانة نوير النويراوي بيكلموا كله بشولو ودينكا، والروطانة موجود في على النيل. بنفس الكذلك الزول بتاع موبان بتكون عارف كل الروطانات الموجود في على النيل، كان دينكا كان شولو كان نوير كلهم. ده ميزة ما موجود في كل ولايات أخرى. لو أخذتها مثلا في ولايات أخرى ما بتلقى هذه الميزة، لأن كده على النيل متميز. نحن عايزين التميز ده يرجع زي ما هي. لكن برضو أغلب أبناء الولاية ما بيعرفوا اللغة بتاع المابان. والله هو صحيح، لكن برضو بيستمعوا، قد يكون ما بيعرف يرد لكن بيستمعوا. فالاستماع على الروطانة بتاع روطانة معينة معناه ده نص نص الإجابة. ده نص الإجابة. طيب سعادتك، كثير من التحديات هذا الشيء اللي قابله على مستوى الأرض، أنت هتعمل كيف مع النازحين القاعدين في غاية في معسكرات الأمم المتحدة؟ ده واحد من التحديات الكبير جدا اللي أنا نمشي واجهنا، نعمل من ربنا إن شاء الله ربنا يقوينا ونشوف إمكانيات كيف النازحين اللي هم مشوا في مناطق بتاع مثلا POC أو لاجئين مشوا دول الجيران بتاعنا
كيف بدنا نرجع كل هؤلاء اللاجئين والنازحين داخل OPC. عشان ترجع اللاجئين والناس داخل يونمس ما برجعوا إلا يتأكدوا إنه في استقرار أمني في داخل الولاية. عشان كده قلنا التحدي الأول للولاية هي عملية كيفية إعادة استقرار أمني في داخل الولاية تلقائيا. إذا كان شعروا إنه أولاء إنه الأمن مستتب في داخل الولاية أفتكر جزء منهم ما بيحتاج إنه تجاست كول ذم مو براو بيجي راجين لأنه هي لجوا لمناطق بتاع اليونيمس أو مناطق بتاع POC يعني خوفا من عدم وجود الأمن. فإذا كان قدرنا قدر علينا إنه نرجع للأمن في داخل الولاية بتلقائيا أولاء الناس في داخل اليونيمس بيجي راجين على بيوتهم في داخل المناطق. أيضا برضو أولاء اللاجئين مشوا على الدول الجوار تلقائيا هم هيجي راجين لأنه أجروا هناك مشوا هناك يعني خوفا للأمن. اوكي طيب سعادتك يعني انت كيف الحقيقة حياتك كيف ولحد هسه ما تم تخريج القوات المشتركة والنازحين ما بيسوقوا في القوات المتواجدة حاليا في ملكال؟ انا بفتكر انه السلام الاتفاقية تمت التوقيع عليه الناس كل جميع الناس راضين على هذه الاتفاقية وبالتالي لم يتوقف الشغل على أولاء الناس أو ناس في مراكز التدريب. بداية ممكن نبدأ بالقواعد النظامية الموجود الآن في قواعد النظام موجود يعني هنبدأ بالقواعد النظامية ثم لايقاً أجينا ناس فانديلو أولاء الناس خرجوا برضو هيجي يجي يخشوا معنا في عملية تمتين عملية الأمن في داخل الولاية ونحن نبدأ بالأولاء الموجودين الآن في الحكومة أو الموجودين في على النيل في القواعد النظامية موجود في على النيل هنبدأ بيو حتى أخوانا الأخرى ده بيجي لايخن هيلحقونا بيو إن شاء الله. أوكي. لأنه كل الناس بيهتموا بموضوع بتعلم. أوكي. ديات قوات حيمة أكوكا. نعم. ديات قوات حيمة أكوكا. الشغل اللي حصل في الأكوكو كان عملية بتاع الناس هم بالتالي جوهو دل بقول لهم الوايد عمي جو مشوا على الأكوكو وبرضو باتصالاتنا الحمد لله الموضوع تمت وما كان في خسائر كتير رغم انه لو فقدنا زول واحد بالنسبه لنا بتبقى عمليه خسائر وما انا ما محتاجين عمليه بتاع خسائر لكن بتدارك الامن ووضع في منطقه كوكو الحمد لله الموضوع تم بخير والاولاء الناس يبدو انه رجعوا في مناطقهم. اوكي الوايت ارمي ده القوات تابع لكم وتابع للحكومه ده طبعا ده المواطنين عادين يعني ده المواطنين العادين قد تكون في ظروف معينة صلح لهم هناك في مناطقهم وهم جو على منطقة كوكو وحصل عملية استدام في منطقة كوكو استدموا مع بعض وبالتالي الناس بالقيادات الموجودة في علنين كلهم بوسائل التلفونات والوسائل المتاحة الناس قدروا يداركهم بتلفونات وكده وفي النهاية الأمور يعني مش أوكي لكن هل تتفق معي إنه الوايد أرمي ده الزراع العسكري الدائم لأيو؟ لا أبدا الأيو ملتزم حسب الاتفاقية. الأيو هو جاء أو هو القوة المعارضة الأكبر في عملية بتاع الاتفاقية وبالتالي هما قبلوا الاتفاقية ومضوا على الاتفاقية وبالتالي القوات كلها في الميدان الآن أو في مراكز التدريب هي قوات الأيو قوات المعارضة والأولاء الناس العجموا على الأكوكو ده المواطنين عاديين وليس الأيو ما عنده طرف على الموضوع ده إن شاء الله ما عنده طرف. أوكي هتمشي ولاية 200
انا عندي بعض الحاجات بتابع هنا في المركز وان تو ميك شور انه حاجات دل يعني رتبناه ترتيب كويس حتى بعد كده بمشي لكن ان شاء الله بمشي قريب ان شاء الله اوكي ما بتاخر ان شاء الله طيب ولسه مواصلين معكم حوارنا مع حاكم ولايه علي النيل ابو ضيان قبل ما نواصل في الجزئيه الاخيره من الحوار نطلع فاصل اعلاني ونرجع رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه ضيفنا الحاكم موجود معنا سيد الحاكم من اللي هيكون عمدة لمدينة ملكال المناسبة الدستورية إن شاء الله تم تقسيمهم من جميع الأعضاء الموقع على الاتفاقية الخمسة وبالتالي عمدة وقعت على الايو ونحن في القيادة في هجب في اتفاق تام للتوزيع على مناسب وعشان ما نظلم جزء او فية من الناس وزعنا المناسب على مقاطعات وإن شاء الله عمدة بتاع المقاطعة عمدة بتاع المدينة الملكة لا تجي من المقاطعات إن شاء الله تجي من المقاطعات هيكون من نفس المقاطعة ولا برا المقاطعة المقاطعة ما قال كالمقاطعة معروفة بكون لكن العمدة تختلف العملية بتاع المقاطعة أوكي. لأن عمدة بتكون مسؤول لخمسة القبائل الموجود في عالمية أوكي. يعني ممكن يمشي لمبان ممكن يمشي لبرون ممكن يمشي لنوير ممكن يمشي لأي قبيلة من القبائل الموجود المكونات الموجود في عالنيل أوكي. يعني ما مصور لحاجة معدلة طيب لكن المؤكد انه هيمشي لمنه انت الحاكم وانت الرئيس لهذا الآن لهذا الآن لسه ما وصلني النمونيس المرشحين كله ما وصل لي ونحن لسه منتظرين إن شاء الله بعد يومين ثلاثة يوم جاي ده قد تصل لي المرشحين لأنه الشغل ده بتناقش على مستوى بتاع رئاسة العزاب وليس الحاكم عنده كلمة فيه يعني أوكي نعم طيب تفتكر أنك ممكن تنجح مع نائبك في أنه تود الولاية لقدام بالتأكيد هننجح لأنه نفس الهم أنا شايله بتكون نفس الهم النائب شايله لأنه في النهاية الهدف واحد الهدف هو لاستقرار المواطن في عالي النيل بنفس العموم الانديانا بكون انه برضو نفس العموم فما دام الناس شغالين كالحكومه نحن ما حنشتغل كالعزاب حنشتغل كالحكومه وكل انسان يجرد نفسه من حزب انا وزميلي نايب جيمس تور حنجرد نفسنا تجريد كامل من عمليه بتاع الحزبيه وحنشتغل كالحكومه اوكي الوقت تعذاب تجي لسه الوقت الان وقت تاع السلام لان عايز نشر السلام على الناس اللي مواطنين تعالني والمواطن على النيل تعبت كثير جدا اوكي وبالتالي نحن حيكون حاجه ده في راسنا وفي عدق عيوننا انا وتور عشان على الاقل نجيب العمليه الاستقرار للمواطن الموجود في علني وبالتالي ما حنشتغل في الموضوع بتاع عذاب وكنت تجي عذاب بعدين تجي وكنت الناس تمشي للانتخابات بعدين ده وكنت عذاب الآن ما وكنت العذاب أوكي. ده وكنت إنه الناس كله تجمع المكونات كله ويأخذ راحتهم في ولاية علنيل أوكي هل قاعد تدار لضغوطات إنك تعين ناس معينين في الحكومة بتاعك؟ زي ما قلت التعين ما 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 على حاكم التعين بتحتي من العذاب كل هزب بيجيب زوله وفي اتفاق تام بين العذاب
لأنه ما في واحد من عذاب يكون يرفض أو يكون عنده رأي في المرشح تم ترشيحه من حزبه. كلهم دول كديجو دول بيكون دول مكون بتاع حكومة العالمين على رأسه أنا، وبالتالي زي ما قلت ما حنكون إننا أساسيات إنه ده ديزي بلان ديزي بلان. في النهاية نخوض في رأسنا إنه نحن أبناء بتاع النيل، وبالتالي لازم نعمل من أجل المواطن بتاع النيل. أوكي. طب المؤتمر بتاع مجتمع بتاع ولاية على النيل هل حيتم في جو ولا حيتم في ولاية؟ بتوقف على الوضع أنتم شايفينه الآن. الآن عملية بتاع كورونا بقى كثير جدا، والدولة طلع القرار إنهم توقف كل التجمعات سواء كان التجمعات الموجودة في كنائس أو مساجد أو معلات العامة ممنوع، وبالتالي إقامة المؤتمر بتاع ولاية العالمين بتوقف على رفع عملية بتاع الكورونا. إذا تمت رفع عملية كورونا بالتأكيد المؤتمر هتقوم، لأنه مؤتمر ضروري جدا إنه تقام عشان كل أبناء على النيل يجمع في البوتقة واحد ويناقش مشاكلهم، يناقش مشاكلهم ونحن كسلطة تنفيذية واجبنا إنه ننفذ التوصيات اللي تطلع من المؤتمر. فمؤتمر بتكون يعني زي بدينا خطوط الأخضر على ضوء نقوم ننفذ الخطوات. نحن كالتنفيذيين بنخلي أولا القيادات على النيل يتعاوروا على بعضهم ويصلوا لحلول، وبالتالي يتصلوا للتوصيات ونحن جاهزين لتنفيذ التوصيات. أوكي. لكن هل أنت متفائل إنه المؤتمر ممكن أنا يعني متفائل ينجح؟ جدا أنا متفائل جدا إنه هذا المؤتمر هتنجح ما دام إنه أبناء بتاع النيل همه الأول والأخير هو استقرار المواطن الموجود في على النيل. يبقى أبناء بتاع النيل شيء اللي بيخطوهم في بالهم إنه لازم يصل لحل أو يصلوا لخطوط معينة تقدر تجمع كل مكونات على النيل، وبالتالي هدف واحد. أنا متفائل وعنجة إن شاء الله. أوكي. بعد تعينك يعني ليه قابلت مجموعة بتاعت مجتمع فلان أول بخلاف باقي المجتمعات؟ بعد ما تم تعييني أنا كالحاكم أولنا نترك بيبان لقيادات على النيل، بطلب منهم إنهم يقفوا معنا ويساعدونا، لكن ما أخذته كالمجموعات، أنا أخذته كالقيادات على النيل. مجموعة بتاع بقولهم دل كده وكده لا، أنا مشيت البيوت النازل أو لا الناس كالقيادات بارزة في على النيل، وتداولنا معه حاجات كتير جدا في القيادات من كل مكونات على النيل. مشيت بيوتهم كلمت معهم ولقيتهم كل زول نفس الهم أنا شايله عنده، لأنه في النهاية زول قيادي والزول القيادي بهمه المواطن يعني. فلقيتهم متفائلين جدا وطلبوا مني أن كلهم أولاء القيادات الموجود في على النيل في المشي بتاعي على النيل هم قالوا لازم يمشي معي كله في على النيل، وده واحد من البشريات إن شاء الله. واحد من البشريات. أوكي. أنا متفائل. طيب النسوان هل هيكون موضع جيد في حكومة بتاعك؟ المرأة هي أصلا قوة ضاربة، وأي إنسان عشان تنجح في عمل بتاعه لابد يدي اهتمام خاص للمرأة. المرأة زي رجال الدين، غير ما يديك الحاجة الصحيحة وما بقودك لحاجة بطالة، لأنه المرأة بطبيعتها هي أم هي أخت كويس، هي مربي البيت وهي بتربي أجيال. فإنسانة دائما وكي تكون مسؤول تربية أجيال
بالتأكيد هي بتكون قلبها أبيض وبيكون دايرة حاجة اللي فيه مستقبل. فالمرة ده أنا خاطين فيه اهتمام كبير جدا زي رجال الدين كان إسلامي والمسيحي لأنه هم ما بكذبوا المرة ما بكذب وبالتالي أنا خاطينه في الاعتبار بتاعنا اعتبار كبير جدا أنا مدي اهتمام خاصة للمرأة إن شاء الله. اوكي طيب قبل فتره الحكومه كانت بتهم يعني قوات بتاعولين انه ما جزء من عمليه بتاع تجنيد بتاع القوات او تدريب بتاع القوات 200 قوات ده هينضموا لمراكز التدريب. الكلام ما صحيح. انا ما كنت جزء لا يتجزا من الناس دي وكنت نائب على مستوى الرئاسه بقوات اولاد نحن عملنا كله لازم في قوات من أقول لك الآن في مراكز التدريب في قوات برضو لسه في مناطق التجمع منتظرين مرة على الثاني ده كل القوات مشاركين في العملية بتاع التدريب القوات كلهم مشاركين الآن في ناس الآن أنت بتلقى في المستوى بتاع القوات النظامية فالشرطة وبوليس والسجون هم الآن في طبقية عدد معتبر جدا موجود في الطبقية الآن في التدريب برضو في عدد كبير جدا برضو في بلوك في ملكة الجوع في التدريب. أما القوات المسلحة أو قوات الجيش موجودين في علل التدريب يعني في مراكز التدريب هم مشاركين. العدد المقدر رقم أنا ما متأكد العدد لكن بالحاجة أنا بعرفه عدد كبير جدا يعني أصل الفضل ده بسيط وديل الفضل في مناطق التجمع هم الآن في طرقوان جاهزين إذا كان ديل تم تخريج فنخرجوا ديل في مراكز التدريب ديل هيجوا توالي هيخشوا مراكز التدريب هم الآن موجودين في منطقة تحت التجمع حتي اسمه طرقوان موجودين هناك. أوكي. طيب انت هتزور قواتك 200 المتواجدين في مجانس وخلافه الزيارات دائما بتوقف على الوضع الان اما حاجه عندي بشغل بالي الاولى انه اشتغل في حال النيل في عمليه بتاع استتراب الامن في داخل المدينه وخارجها حتى بعدها أقدر أزور المقاطعات ده أهم حاجة بعدها ممكن نزور مراكز الجيش عنده برضو واجب من واجبات الحاكم برضو إنه يكون قريب في مراكز التدريب إن شاء الله يكون قريب مراكز التدريب ويكون محتكك مع القوات الموجود في مراكز التدريب سواء كان قوات نظامية أو قوات الجيش. أوكي وإنت ماشي لملكال كحاكم للولاية ملكال للعاصمة شنو أكتر حاجة أكتر قضية قال يشغل بالك؟ القضية الآن شغلني شديد جدا موضوع بتاع الأمن إذا كان تمت الأمن معناته القايين كل ترتيبات الخطيب بالي هتيجي في محله المواطنين في بي أو سي هيطلع برا كل زول هيجي يرجع بيته مش كده؟ هيرجع بيته المواطنين الآن لو رجعوا في بيوتهم معنى ده واحد من الإشارات الحمد لله الأمن يكون موجود وده بيكون في بالي أم ده في رأسي. أوكي طيب إذا المواطنين ما طلعوا من البي أو سي شنو ممكن تعمله؟ المواطن في قاعد في بي أو سي أنت ما هتجره بالقوة كويس هي أصلا وقت قام من مكانه ومشى بي أو سي ما خوفا للأم فانت تعمل الوسائل اللي بخلي الامن موجود بالتالي اذا كان جميع الوسائل اثبتت انه الامن موجود ما بيحتاج للمواطن عشان تقول له تعال برا وبراه بتطلع. اوكي طيب سؤال اخير شنو رسالتك الاخيره رسالتك الاخيره للمواطنين القاعدين في بي او سي الرسالتين للمواطنين القاعدين في بي او سي عارف انه قوادهم هناك مجبورين يعني ما كان من رغبتهم يقعدوا في بي او سي
لكن الظروف فرض على الأم، وبالتالي بنحاول نشوف الظروف الفرض على الأم نحاول نعملها عشان تبقى ظروف مهيئة. بعد ما الظروف تبقى مهيئة من حقنا برضو كسلطة نقول لهم تعالوا أرجو مناطقكم، أرجو بيوتكم، الظروف الآن مهيئة والجو مهيئة لكل مواطن. تلقائيا هم يلبوا نداء، لأنه هم طبعا بفترة دي كله هيراغبوا هيشوفوا إذا كان شعروا إنه وضع الأمر، يعني معظم الناس القاعدين في بي أو سي ده كان المواطنين القاعدين في ملكان جوا، ده معظم الناس دي. في واحدين جاء من غرى برضو لظروف برضو جاء خشوا في بي أو سي، لكن إذا كان وضعت الأمر تبقى مهيئة داخل الملكان بالتأكيد هم هيسبقونا ذات قبل ما نقول لهم تعالوا هيسبقونا هيجوا. فنداء حقي للمواطنين ساعدونا، خليهم يساعدونا إذا كان شعروا إنه وضع الأمر تبقى كويس يساعدونا يطلع برا يرجعوا بيوتهم وياخذ راحتهم في بيوتهم، لأنه البي أو سي ده ما معاه الإنسان ياخذ راحته، يعني ظروف يعني هو يعني إنسان ما بيتمتع بوريته في داخل البي أو سي. إن شاء الله دايرين هم يرجعوا مناطقهم ويرجعوا بيوتهم عشان ياخذ أوريتهم ويتعرفوا زي ما هم دايرين إن شاء الله. أوكي. شكرا سيد الحاكم. وأكيد بكون خلصنا من حوارنا الليلة، نتمنى نلقاكم في حوارات قادمة في قضايا مختلفة. شكرا جزيلا.